نقول لكم واحد الصديق ديالي هو هذا سمير ارتيست فريمون دري واعر بزاف فريمون دري لو كان في شي مدينه اخرى ولا في شي دوله اخرى بصفه عامه لو كان تلقاه من بين الناس اللي اكفاء بزاف وعندهم واحد المراتب عليا كذلك الصديق ديالي هذا كذلك افريقي او ما يشرح عليه بعزيز دري ناضي بزاف في لي فلوغ في الجيمين في بزاف ديال الحوايج ولكن كتلقاه كذلك ممكن نذكر هذا الصديق الاخر اللي هو حاتيم دري فريمون زوين بزاف دري كيدير شي حاجه بزاف واعره ديال اللوك ديال الفاشن الى اخره كذلك حمزه هاد الدري حتى هذا زوين بزاف كيدير كان تيدير دي فلوغ في الاول ولكن لقى بان الوتيره ديال المنطقه الزاكوره لا تناسب ذلك. السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، كنتمنى نهاركم يكون داز مزيان يكون داز بخير وعلى خير. مهم اليوم صراحه غادي انني غندوي على واحد الموضوع لي فريمون كيعتي غير بزاف ديال الناس خصوصا حاليا الفئه ديال الشباب اللي كتعاني في مجموعه ديال المعاناه. دائما ما انا كنميل لهذا الجانب ديال الشباب وان نتطرق لمواضيع خاصه بالشباب خصوصا في المنطقه ديال زاكوره. حاليا الناس اللي ديال زاكوره مرحبا بكم، انا طرف منكم شخص منكم غندوي بناء على قلوبكم الرحيمه. لذلك عندنا مجموعه ديال الشباب حاليا اللي ما شاء الله كفؤين بزاف، عندهم مراتب عليا بالنسبه للجوانب الارياحيه ديالهم في الحياه اليوميه ديالهم وكذلك العمليه وكذلك الدراسيه الى اخره، ولكن كتلقى بانه ما كيوصلش للمراتب العليا اللي بغاها هو اصلا. عندنا مجموعه ديال الناس اللي عندهم في ميدان التمثيل كمثال ما كيوصلوش، عندنا كمثال الناس اللي فريمون عندهم مقاولات زوينه وعندهم افكار اللي نيره ولكن ما كيوصلوش، عندنا ناس تبارك الله في الميادين الدينيه اللي ممكن ان نعتبرهم بانهم كقدوه للحياه اليوميه ديالنا ولكن ما كيوصلوش، عندنا مجموعه ديال الشباب وكذلك الشابات اللي عندهم ميول للحوايج بالنسبه للدراسه ولكن ما كيوصلوش. هذا سؤال اللي كنطرحوه دائما بناء على النفس ديالنا، ولكن داك الشخص اللي حنا كنقولوا بانه انسان ناجح في المنطقه ديال زاكوره ولكن ما كيوصلش، شنو هو الاشكال؟ فين هو الاشكال؟ واش الاشكال فينا حنايا كشاب ولا كناس داخل هذه المدينه ديال زاكوره، ولا الاشكال في ذاك المحتوى ولا في ذاك الحاجه اللي كيبغي يدير هذاك الانسان في المنطقه ديال زاكوره؟ عندنا مجموعه ديال الناس اللي فريمون ولاد مدينه زاكوره كيبقاو في زاكوره كيبقاو في نفس التيار، اما في الجانب العملي، اما في الجانب الوظيفي، اما حتى في الجانب التنموي والاقتصادي وكذلك المهني وكذلك الدراسي. كتلقاهم في نفس المرتبه في نفس الحضيض كيبقاو في مراتب نفسها، الا انهم اللي كيمشي لمنطقه اخرى لمدينه اخرى كيولي حاجه العلاقات الاجتماعيه وكذلك الاقتصاديه ولا ممكن تكون حتى نوعا ما ثقافيه، ولكن كتلقاه عنده واحد الميول لواحد التيار اخر ولا واحد المجال اخر في الحياه اليوميه اللي كيعيشها حاليا. ولكن ملي كتلقى بزاف ديال الحوايج ممكن انها تدمر الحياه اليوميه ديال الشباب حاليا ديال هذه المنطقه. صراحه غيره على هذا الشباب داكشي علاش قلت ضروري غندير واحد البتي فيديو وندوي عليه. إلا كنتي شاب من بين الشباب حاليا اللي كيعيشوا انتكاسات في المنطقة ديال زاكورة فمرحبا بك في هذا المقطع. هذا المقطع إن شاء الله كنتمنى أنه يكون يفيدك ويفيدنا كاملين باش نوصلوا الرسالة ديالكم بناء على المفهوم السطحي اللي كنعيشوا حاليا. مجموعة ديال الشباب اللي عندهم طاقات إبداعية، ممكن أن نذكر لكم واحد الصديق ديالي هو هذا سمير ارتيست فريمون دري واعر بزاف فريمون دري لو كان في شي مدينه اخرى ولا في شي دوله اخرى بصفه عامه لو كان تلقاه من بين الناس اللي اكفاء بزاف وعندهم واحد المراتب عليا. كذلك الصديق ديالي هذا كذلك افريقي او ما يشرح عليه بعزيز دري ناضي بزاف في لي فلوغ في الجيمين في بزاف ديال الحوايج ولكن كتلقاه بانه ما عندوش واحد الحاجه اللي كبيره بزاف. كذلك ممكن نذكر هذا الصديق الاخر اللي هو حاتيم دري فريمون زوين بزاف دري كيدير شي حاجه بزاف واعره ديال اللوك ديال الفاشن الى اخره. كذلك حمزه هاد الدري حتى هذا زوين بزاف كيدير كان تيدير دي فلوغ في الاول ولكن لقى بان الوتيره ديال المنطقه الزاكوره لا تناسب ذلك. لذلك بالنسبه للشباب حاليا اللي عندهم طاقات ابداعيه اللي عندهم كذلك علاقه ديال الصحافه عندهم كذلك علاقه ديال الجيمين عندهم كذلك علاقه ديال الايكوميرس مرحبا بكم في هذا الفيديو. اول حاجه ملي كتجي لمنطقه ديال زاكوره كتلقى بان الناس عندهم واحد المفهوم سطحي على الايكوميرس ولا عندهم واحد العلاقه سطحيه وعلاقه ديال الاستهتار بناء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع العلم بان حاليا الناس اللي ذكيين بزاف راهما كيربحوا فلوس صحاح بالنسبه للمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك بالنسبه للايكوميرس وكذلك بالنسبه للعلاقه اللي كتربط الناس بالشهره الاجتماعيه اللي كتربط مع الناس كاملين. لذلك الا كنتي كشاب من بين الشباب اللي ممكن انك تكون في المحيط الاجتماعي ديال مدينه زاكوره
حاول يا اخي انك تخرج من هذه القوقعه ديال مدينه زاكورا باش توصل. ملي كنرجعوا مثلا للناس اللي فريمون فيموس بزاف اللي داروا بلاصتهم في المواقع التواصل الاجتماعي وداروهم كذلك في التلفازه المغربيه، ممكن نقول بانه طاليس لو كان بقى في المنطقه ديال زاكورا كيبان لك انت بانه غيوصل لمراتب عليا، لا ثم لا. كذلك مجموعه ديال الناس اللي فريمون لي واصلين لمراتب عليا بالنسبه للحوايج اللي كتربطهم بها ديالك. حاول انك تربط العلاقه الاجتماعيه ديالك مع الله سبحانه وتعالى اول حاجه، مع والديك، مع الناس كاملين. لذلك هذا سبونسور بالنسبه للدراري كاملين اللي بوستي دابا لي شين ديالهم انهم ان شاء الله غادي يوصلوا لمراتب عليا. كذلك هذه رسالة كذلك مني لك ومني لكم كاملين. أي واحد دابا حاليا كيشوف هذا المقطع تهلا في راسك بزاف.